قالوا زمان في الأمثال يا خبر النهاردة بفلوس بكرة يبقى ببلاش، وكمان قالوا لنا داري على شمعتك تقيد، وموضوعنا النهاردة كل حاجة فيه بقت ببلاش، وكمان ما عادش فيه أي حاجة بتدارى فيه. صباح الخير والسعادة على مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان. مكملين معاكم النهاردة باقي فقرات حلقتنا من برنامجكم ميديا زوم، وموضوعنا النهاردة من العيار التقيل. موضوعنا النهاردة عن السوشيال ميديا، واللي ما يعرفش ايه هي السوشيال ميديا المقصود بيها طبعا مواقع التواصل الاجتماعي، اللي هي زي مثلا فيسبوك، انستجرام، تويتر، سناب شات. كل دي حاجات صغيرة بتندرج تحت حاجة كبيرة جدا اسمها السوشيال ميديا، واكيد كلنا عارفين تأثير السوشيال ميديا على المجتمع. بس النهاردة موضوعي معاكم عن مدى التأثير ده واصل لفين على الناس وكمان على المجتمع ككل. بس قبل ما نبدا نتكلم عن تفاصيل اكتر في موضوعنا، خلوني ارحب بزميلتي في الاستوديو اسماء. صباح الخير يا اسماء. صباح الفل عليك يا زوزو، وصباح الفل والجمال على حضراتكم وحلقه جديده من برنامجكم. زي ما قالت زوزو هنتكلم النهارده على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا يا زوزو ليها تاثير كبير قوي على المجتمع. بس قبل ما نبدا عايزين ننزل السؤال على الصفحه وحضراتكم واتصالاتكم وتقولوا لنا رايكم فيها. السوشيال ميديا بقت لها تاثير ازاي علينا؟ كلنا بقينا نفكر برات وولاد، انا مثلي الاعلى ده، انا مثلي الاعلى ده، انا عايز اقلد ده، انا عايز اعمل برنامج فيديو زي ده واطلع زي ده، حتى لو كان ضد عاداتنا ومبادئنا وتقاليدنا. ما بقيناش نفكر، بقينا عندنا تقليد اعمى. انت قصدك اكيد طبعا على اللي بتشوفيه على التيك توك واللي بقينا نشوفه دلوقتي من بنات وولاد صغيرين. الكل بقى يطلع يقدم محتوى بلا هدف للاسف، وده اكيد ليه تاثير سلبي على كل المشاهدين او كل الناس اللي بتتابع الاشخاص دي. طيب يا ترى لو حابين نعرف تاثيره ده واصل لفين، اقدر اقول لكم ان تاثيره بقى واصل لدرجه ان الناس بقت بتعرض اي حاجه وكل حاجه وفي اي وقت، بصرف النظر عن اذا كان ده بيتفق مع عاداتنا وقيمنا وتقاليدنا او لا. ده حقيقي، انا بستغرب جدا لما بلاقي فيديو اسمه فيديو الولاده ولا الصباحيه ولا حماتي في الشقه. ازاي اي حاجه بقت حياتنا الشخصيه مشاعر للكل؟ اي حاجه عندنا نفتح الكاميرا ونصور ونعرض عشان المشاهدات واللايكات تعلى والمشاهدات تزيد والمكسب يزيد. ليه بقينا كده؟ حياتنا بقت مباحه للجميع. والله يا اسماء انا حقيقي مش عارفه هي المشكله بقت فين. هل المشكله عند الاشخاص اللي بيعرضوا اي محتوى وبس بدون ما يفكروا هل ده هيفيد الناس في ايه او هيأثر على الناس بالسلب في ايه، ولا المشكله بقت في الناس اللي بتتفرج على اي حاجه وبتوصل فيديوهات لملايين المشاهدات وبتطلع لترندات، وبالتالي اصحاب الفيديوهات دول بيكبروا اكتر واكتر وبيبقوا في المستقبل قدوه لاطفالنا ولاولادنا اللي هم لسه طالعين اجيال صغيره، واولادنا واطفالنا دول هم نواه المجتمع. تفتكري ده هدفه الربح ولا الشهره؟ بصي هو على المستوى الاول اكيد بيكون هدفه الربح، بس لا مانع طبعا ان يكون في جزء من الشهره. طبعا بالظبط، مفيش حد عايز يشتغل، كله عايز يفتح الكاميرا في بيته ويصور وينزل الفيديو ويعمل مشاهدات كتير ولايكات تعلى ويكسب وهو قاعد في البيت. محدش بيفكر انا عايز ابقى ايه، محدش بيفكر يشتغل على نفسه كويس في مجاله يقدر يتفوق فيه ويبرز كل المواهب اللي عنده. لا، كل واحد شاف فيديو لواحد فلان هو بيحبه على تيك توك او على الفيسبوك عايز يقلده عشان يبقى زيه ويعمل ايرادات زيه ويعمل لايكات ومشاهدات عاليه ويكبر زيه وينجح وهو قاعد في بيته، مش عايز ينزل، مش عايز يشتغل، مش عايز يتعلم، مش عايز يكمل دراسته وهكذا. طب يا اسماء انت شايفه نسبه التاثير ده وصلت لكام تقريبا؟ لو حبينا ان احنا نحط لها نسبه مئويه، يا ترى وصلت لكام في الميه؟ انا بشوف ان هي وصلت لنسبه كبيره جدا، حوالي 70%. ما نقدرش نقول 100% لان ما فيش اي حاجه في مجالنا 100%. كل حاجه بتاثر علينا بالسلب والايجاب، لكن احنا اللي بنحدد يا ترى هنستعمل الجانب الايجابي ولا الجانب السلبي. لكن هي بتاثر على نسبه كبيره، خاصه الاولاد والمراهقين، كلهم في العمر ده بيأثر عليهم السوشيال ميديا بصفة عامة على جميع الفئات، الأولاد والمراهقين والشباب. أنا بتفق معاكي جدا في النقطة دي. التأثير زي ما في تأثير إيجابي في تأثير سلبي، وإحنا كلنا ملاحظين ده، وده موضوع حلقتنا معاكم النهاردة. يا ترى أنتوا شايفين نسبة التأثير دي وصلت لفين؟ إحنا عايزين نحاول إن إحنا نغير المفهوم ده، عايزين نوصل لأعلى نسبة من التأثيرات الإيجابية على المجتمع وعلى الناس، لأن إحنا عندنا أجيال النهاردة هم آباء وأمهات المستقبل، هم اللي هنقدر نبني بيهم الأيام اللي جاية، وعلشان تكون الأيام اللي جاية صح
لازم كمان الاساس يكون صح، ولازم كمان يا اسماء يكون عندنا دور كبير من الاهل في الرقابه على ابنائهم في ان هم يتابعوا المحتوى اللي بيشوفوه. التربيه عليها عامل كبير طبعا، عشان توجه الابناء ازاي استغل ده وامشي. كل حاجه في حياتنا سلاح ذو حدين، لو احنا استخدمنا الجانب الايجابي هنقدر نبدع ونتفوق فيها. طبعا احنا عمالين نركز على الجانب السلبي بس ما ننساش الجانب الايجابي للسوشيال ميديا، لانها فيها جانب ايجابي كبير جدا. زي مثلا الناس استخدموها كتير في عشان يعلوا شغلهم، عشان يعملوا اعلانات لمنتجاتهم، عيادات، ملابس وهكذا. صحيح. لكن هي لها دور كبير جدا في اي قضيه او موضوع او استغاثه، لانها بقت مسموعه جدا وبتقدر تقلب الراي العام، لانها وصلت وبقت مسموعه وقد ايه لها تاثير كبير على الراي العام. انا بحب كمان اضيف على النقطه بتاعتك يا اسماء، حته ان صح ان السوشيال ميديا بقى ليها تاثير ايجابي وبتقدر توصل مشاكل وبيبقى فيها اكشن او بيبقى فيها رد فعل او حل سواء من الدوله او من اشخاص تانية في المجتمع، بس كمان في ناس ما بيحالفهاش الحظ ان هي تلاقي مثلا حد يصورها او ينزل عنها خبر. فبالتالي احنا كمان عايزين نفكر في حاجه جديده، حاجه يقدر كل شخص يلجا لها. انا عندي مشكله، يعني لو انا حالفني الحظ وحد صورني ونزل مشكلتي على الفيسبوك هتوصل، لكن للاسف مش معظم الحاجات بتوصل. لا، في دلوقتي بقى في جروبات كتير جدا للمشاكل والاستغاثه، في جروب مخصوص للاستغاثه، اي حد يقدر يدخل على الجروبات ويعمل بحث ويشوف جروب استغاثه. انا مثلا واقع في اي مشكله، عندي اي حاجه، انا ادخل على جروب الاستغاثه واستغيث، هتلاقي اللايكات والتعليقات بتوصل البوست ليبقى ترند وصوتك بيبقى مسموع، لانها بقت مسموعه قوي خصوصا من فيسبوك وتويتر. صحيح يا اسماء، بس كمان احنا عايزين نحاول ان احنا نرفع الوعي للناس. عايزين يا جماعه دايما اي حد يشوف محتوى، انا طبعا ما اقدرش اقول لحد اختار حاجه معينه تتفرج عليها او افرض ذوقي على حد، بس اقل القليل اللي نقدر نعمله ان احنا نحاول نرتقي بذوقنا ده، لان الناس اللي بتطلع لملايين المشاهدات وبتبقى ترندات وما عندهاش اي محتوى هادف ما يفيدش اي حد بل بالعكس بيأثر بالسلب، احنا عايزين نعمل عملية توجيه مظبوطة. عاوزين نوجه ولادنا وابنائنا اللي هم طبعاً لسه ما عندهمش القدرة على الاختيار الصحيح للطريق الصح اللي يمشوا عليه، لان هو ده اللي هيوصلهم في النهايه يعني انا محدده حاجه معينه نفسي يوصلوا لها حاجه كويسه. حقيقي، احنا عايزين الاجيال الجديده كلها، كل حد عنده ابداع في نقطه معينه، كل حد متميز في حاجه معينه يصورها ويطلعها للناس، الناس تتعلم ان في زي ما في محتوى مش هادف في محتوى هادف هيقدر يوصلك، وبعد كده باستمرار وتوالي البوستات في هادف هيبدأ بالتدريج يقل المحتوى الغير هادف، والناس تبص للأحسن ويمشوا على الجانب الإيجابي ويستمروا عليه. والله أنا أتمنى وكلنا نتمنى إن ده يتحقق في يوم من الأيام. فهمتكم معانا كده نغير الواقع اللي احنا فيه، لازم نحاول نطلع من اللي احنا فيه. للأسف يعني ما بنلاقيش نماذج إيجابية كتير في المجتمع بتسعى إن هي تغير ده. لا، في نماذج بس الإثبات كله جاي على الفيديوهات دي، لانها بتجذب المشاهده، مش عارفه ليه بالظبط. هي القصه ما بقتش قصه جذب وبس، القصه بقت الناس بتاخدها على انها ربح مادي وسهل. الناس بقت بتستسهل ان هي تعمل فيديو وتجمع من وراه مشاهدات. عن المشاهدين، انت بتسمع مثلا فيديو حماتي في الشقه، ليه هنستفيد ايه حماتي في الشقه مثلا؟ هنستفيد ايه من فيديو الولاده؟ هنستفيد من ايه الصباحيه؟ هنعمل ايه؟ لا، ما لهاش اي افاده. لكن لما الناس بقى تلاقي في ناس طالعه وعندها افكار جديده وعندها ابداع وعملت فيديوهات كبيره، هيقلدوها وهيبقوا كويسين ويمشوا في الجانب الايجابي. طبعا الموضوع ده موضوع كبير قوي ومحتاج حلقات وحلقات علشان نقدر نغطي كل حاجه فيه، بس للاسف خلصت وقت فقرتنا معاكم النهارده بسرعه، بس لسه مكملين معاكم باقي فقرات برنامجنا ميديا زوم. استنونا بعد الفاصل.